مرحبا بكم. ما بيننا وبين المرض النفسي مسافات. مني كتمرض النفس اشنو ممكن يوقع في جسد الاسره والمجتمع؟ قصتي مع المرض النفسي موضوعنا اليوم في قصه الناس. سي الخياطي، ولدك تيقولوا الناس احمق، وانت هذه الكلمه ما كتعجبكش. انا ماشي ما كتعجبنيش الكلمه، حيت هذيك الكلمه ديال حمق هي دابا كاينه مشكله بينه وبين امه. كتنوض المضاربه بيناتكم، والدري كيشوف بعينيه المضاربه والقتيله والخصام والمعيور. شوفي مهما قلت لك انا المنحرفه صافي كفايه من الهضره. اذا كتكون فوضى، كتكون فوضى بيناتكم. كتجلس عاوتاني يومين ثلاث ايام وكتبغي تمشي خاصها تقلب صافي. المراه اللي بغات دير الدري كيشوف كل شيء على عينيه. المراه تيقول لك اللي رابح من المراه واللي خاسر المراه. المراه اللي بغات دير ديرونجمون للراجل غديرها لي. انا ما مقلقش من هذه الجهه هذه. حيت علاش ما مقلقش؟ حيت نبي الله نوح عليه السلام تا هو عنده ولد. هادشي ابتلاء من عند الله، امتحني انا بهذا الامتحان هذا، واخا انا ما خيبتش انا امتحني الله به. هاد الدري دابا ملي ولا كيقدر يضرب هاد الدري هذيك. دابا هاد الولد عندك ولات عنده بزاف تاع العقد. الولد قوى من السجن، دخل خرج. كنمشي عند رجال الدار كنشكي لهم، كنقول لهم يا ودي الله يرحمه هذيك، شوف هذا 15 يوم ما كنعرفش الدار، قول لي سير انت ولدك حماق. اش كيخسروا عليا؟ دابا ولات معروفه ولدك حماق. هما تيديروك بحال هكا، ويلا كنتي انت واخد فلوس من عند مو هذا وكدير هذاك الاسم باش تقول لي ولدك حماق، انا غادي ندي الدري حماق باسم حماق، ضربني غدا وبعد غدا، اش غتقول لي؟ إذا ضربني اش غتقول لي؟ ولدك حماق. ياك غادي يغيز لي انا الدري باسم حماق. شحال كلفك المرض النفسي ديال ولدك مدام ليلي؟ كثير، ولكن صدقيني واخا ما عنديش كون قالوا لي الفكر ديالك نتبرع به لان تنشوف فيه كل شيء، هو ولدي هو. نعم، انت مدام ليلي كاينه البره اللي كتضربي لولدك كتكلفك 4700 درهم. نعم، هذه غير بره وحده. وباش تضربي هذيك البره، واللي السيد اللي غادي يضرب هذيك البره هو خصو واحد ميزانيه واحده اخرى 1500 درهم. نعم. كيفاش كديري مع هذه التكلفه ديال المرض النفسي؟ ما نكذبش عليك، انا بالنسبه ليا زعما نحققها من جانبي لا، ولكن واحد الصديقه اللي الله يكثر خيرها. تحسي بولدك كيتحسن؟ كتحسي ولا شنو الملامح؟ لا، انا المرحله كلها اللي قضى ديته في الاول، واخا ديك النوبات العصبيه تجي، ولكن ملي تيهدأ تيولي عادي. ملي كيهدأ اش كيقول لك؟ ملي تيهدأ تيبقى يقول لي ماما، تنقول له مثلا هرستي درتي هاد، ماما سمحي لي انا ما عرفت شنو وقع لي، ما عرفت. انا حسيت براسي مرفوع. يعني درته لا ارادي، دائما دايره الموت بين عيني، لان الله اعلم ما عرفاش الاجل فوق حاجه. الا مشيت مثلا ارتمت، لان شفت شي حاله مماثله بحال ولدي، مجرد ماتت الام ديالو بدات تيوسد الزنقه. بقيت كان مأوي داخل اربعه جدران، وبقيت عايش خارج الدار، وشتا تطيح عليه. ما بغيتش ولدي يتعرض لهذه الحاله، وخصوصا ماما ربيش تربيه اللي محتك بالشارع باش يعرف باش يدافع على نفسه. فهاد المرض راه يصيب 1% من المجتمع، هذا راه رقم كبير. يعني كاين ما 1%، يعني كاين ما يناهز 300,000 مريض مغربي مصاب بمرض الفصام او انفصام الشخصيه. على الصعيد العالمي هنالك ابحاث، كاين الادويه الجديده كتطور باش تعرف هذه السيده هذه، راه هذه واحد 30 عام راه ما كان، 40 عام راه ما كانش لهذه الادويه اللي كاينه دابا، اللي كتهدأ وكتساعد المريض انه يكون عادي ويعيش تقريبا عادي في الوسط العائلي ديالو، راه ما كانش هذه الادويه. غالبا كان كيمرض كتكون ديك النوبات القبيحه، كيكون في اما في مستشفى الامراض النفسيه والعقليه تيكون مكتف، او انه في واحد مشدود عليه ولا مكتف واحد الولي من اولياء الله بويا عمر. كان تشخيص بانه انا سكيزوفرين، عندي مرض الفصام. الفلول ما قبلتش، ولكن المحيط ديالي وشي اطباء كيعرفوا العائله وداك الشيء اثروا عليك. حتى قبلت، حنا كنقول ما عندي والو. ملي شربت ذاك الدواء صافي نعست في الفراش، كاريمون نعس في الفراش شبه كوما. يعني من افريل فاش بديت الدواء صافي ما بقاش كنوض، كاريمون ما غطي وجهي نعست، يعني صافي طاح لي صافي كاريمون ما بقاش، صافي ما بقاش قديت اعطيني ورقه ما نهزاش. في سيمو الاولى ما كنوضش من الفراش، ما بقاش دوك التهيؤات، ولكن وليت عايش في دي يعني بحال اللي كنحس براسي كنخرج، كان هذا كنمشي للمدرسه، مع حيت المدرسه بقيت كتحس براسك كتخرج، انت راك في بلاصتك. في بلاصتي ومع الحلم ديال المدرسه، ولكن واحد الوقيته عامين حيد لي الادويه، رجع لي الحقنه شهريه يعني بيبورتيل. دونك حيت ما بقيت مع نفس الطبيب 12 سنه الاولى،
الويده قابلتني يعني هذه اليوم مسكينه كفحات معايا الله يجازيها بخير نشكرها من هذا المنبر. نعم. ومن بعد جا كونكور ديال لارا دوزتو نجحت. قلت له والده ما نمشيش انا يعني ما كنفيق حتى الفيق. قالت لي غتمشي باذن الله. بداسك النهار الاول ديال العمل جابت لي ان كافي نواغ كان ممنوع ليا بوندون 8 اون. جبت ان كافي نواغ في الفراش وشعلت لي القران شربته بحال ان دوباج. فقت مشيت للعمل ومع العمل ومع العلاج الحمد لله صافي لقيت صحتي. لقيت الحمد لله خدمت 10 سنوات في هاد الحمد لله في هاد ليدر. كنطيحوا النوض كيف بجميع الناس وعايش مع المرض يعني هذا مرض مزمن. نقول لكش راني زعما صافي بريت مقاحمي ولكن الحمد لله راه عايش الحمد لله ومو اوتونوم تقريبا 20 سنه ماديا الحمد لله. قصتي مع المرض النفسي كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصه الناس من اليوم. انت واحد اخر. سلام عليكم.